السلام عليكم، يعطيكم العافية. أخوكم مهندس يوسف القحطاني. بالحلقة الماضية جربنا الـ 540 البي ام الجديدة بالكامل، السبورت لاين، سيارة ولا أربع، بس كان فيها بعض الملاحظات البسيطة قلت ممكن تتعدل على الام باكج. اليوم راح نجرب الـ 530 الاي الام باكج. حياكم الله. الام باكج يمكن التصميم الوحيد في السيارات البي ام اللي يكون مميز جدا عن الباقيين. خلني اوريكم التغييرات الخارجيه والداخليه. الام باكج اللي يجي على ال 530 وال 540 نفس الشيء، راح يصير عندك الصدام او الدعاميه الخلفيه مختلفه تماما، راح تصير هذه اللون الاسود بغض النظر عن لون السياره. راح تكون فتحات الاكزوست زي الست سلندر بس راح تكون كروم. فالوحيدة 530 اللي ماخذ الشكل هذا هي الام باكج. يصير عندك هذه كلها اسود لماع، تكون عندك الجنوط والرنجات خاصة للام مع مساعدات معونيات وسسبنشن اللي هو الرياضي، ينزل السيارة تقريبا سنتي واحد. وعندك الزعانف الجانبية نفس لون السيارة، المراية راح تكون نفس لون السيارة، علامة الام هذه كلها راح تكون اسود لماع. حجم الجنوط او الرنجات او الكفرات الخلفية اكبر من الامامية في الام وفي السبورت. راح نشوف وجهية الام العنيفة عشان التبريد والاشياء هذه، راح نلقى هذه تصير اكبر، هذه سوداء اسود لماع. الفوق لايت الكشافات الامامية راح تكون LED نفس الشيء، هذه راح تكون اسود نفس الشيء لماع، بينما هذه راح تكون كروم. وتجي الإضاءة الأمامية ستاندرد LED بس ما هي الأدابتف LED المتحركة أو المتكيفة. أحجام الكفرات والتواير والجنوط والرنجات اللي في السيارة هذه الـ 530 الخلفية 275 على 35 19 طبعا رن فلات، والبريكات الرياضية اللي هي الام اللي وراء 345، بينما الأمامية في الـ 530 راح تكون 245 على 40 على 19 توصل سرعة 300، والبريكات الأمامية 348 البريكات الرياضية الام. هذا مفتاح الـ 530 الام باكج، فيه شعار الام والمواد المستخدمة صراحة فعلا تحس ان المفتاح فخم وثقيل ألمنيوم. وفيه الخيار الإضافي اللي هو يكون فيه شاشة، فعندك المفاتيح في البي ام ما شاء الله تبارك الله. الدبة الخلفية تقدر تفتحها عن طريق الريموت او زر، او عن طريق عزكم الله عن طريق حركة بالرجل من تحت تفتح معك الدبة. ومساحتها 530 لتر، راح نشوف انه ما في كفر او تير احتياطي، ومساحتها ما شاء الله واسعة وحلوة. عندك دروج هني في الجهة هذه، عدة السيارة والاغراض هذه، عندك شبك اذا بتحط اغراض، في عندك الاسعافات الاولية. بس ما شفنا زي 540 انك تقدر تفتح الكراسي اللي ورا، فراح يكون اوبشن خاص. مجرد انك تضغط هذا لازم تسكرها يدويا طبعا، هذا شيء غريب يعني حتى لو تمرر رجلك ما راح تتسكر، فتتسكر بشكل يدوي. الملاحظة الغريبة شوي سيارة بزنس 530 ما في بطانة للسقف الدبة او الشنطة، حديد طالع، الحركة ما هي حلوة. نفتح السيارة، نسكر السيارة، نفتح السيارة، نسكر، كل الإضاءة الخلفية LED بالكامل. الإضاءة الأمامية LED ما عدا الإشارات عادية، الكشافات اللي تحت LED، المرايا LED. شوف داخلية السيارة باللون الأزرق،
ما شاء الله. نشوف مع بعض الإضاءة الأمامية الـ LED بالبي ام دبليو 530i الام باكج. طبعا هذه الـ LED بس ما هي الأدابتف اللي تتحرك يمين ويسار وفوق وتحت، لا، هذه لازم انت تشغل عالي وتطفيه بنفسك وما تتحرك يمين ويسار. فنشوفها مع بعض ونحاول نقارنها بال 540 السبورت اللي جربناها قبل فترة وكانت الأدابتف. الميزة الحلوة في الأدابتف إنها ما تجهر الأشخاص اللي قدامك، وهي من نفسها تشوف الإضاءة اللي رايحة للسيارة اللي قدامك وتطفي. فمثلا هذا لو بشغل عالي ما راح تطفى من نفسها، راح تزعج الأشخاص اللي قدامك أو بالجهة المقابلة. يعني زي الآن رفعت العالي، خلاص راح يجلس العالي شغال لما أنا أطفيه. فعلا الإضاءة قوية جدا ما شاء الله. الإضاءة الداخلية ما شاء الله تبارك الله، يعني هذا مع الإيكو الأزرق تحس إنه مريح جدا جدا ما شاء الله تبارك الله. لو بنغير اللون نخليه مثلا يكون على مستوى الكومفورت اللي هو الأحمر اللي متعودين عليه في البي ام، وهذا البرتقالي أو الأورنج ما شاء الله تبارك الله. سيارة جدا تحس إن إضاءة فعلا مريحة. شوف المساحات الداخلية، طبعا السيارة تفتح بالبصمة بدون مفتاح، وطبعا تعتمد على الأوبشنز اللي على موجودة على السيارة. يعني مثلا هذه ما هي جلد بالكامل، فرح نلقى هذا بلاستيك طبعا لين ينضغط نقدر نقول، هذه اللي جلد، تكون هذه جلد اللي في الوسط، هذه ما تجي ستاندرد خشب، تجي ألمنيوم الام باكج، بس هذه عليها اوبشن خشب، وهذا بلاستيك لين ينضغط اللي يفتح الدبه. وراح نشوف الباج حق الام، هذه في الليل فيها اضاءه. سياره صناعه المانيه طبعا، والكراسي في البي ام ما شاء الله يعني التحكم فيها جدا ممتاز، تقدر تتحكم حتى في الراس ترفعه وتنزله من المنطقه هذه. دعسات الأرجل الأم فراح تكون ألمنيوم، هذه حركة جدا حلوة، عندك درج تحكم في الإضاءة بالكامل في الجهة اليسار. ندخل السيارة مع بعض، بسم الله. الأم باكيج يصير مع الجير اللي على شكل الأم، واللي عندك الدركسون الأم يكون ما شاء الله عريض أو ثيك من المنطقة هذه، وفي البادل شيفترز، والسيارة إذا حطيتها على سبورت هيطلع عندك في الوسط علامة الام. هذه الوحيدة في الخمسمية أو الفئة الخامسة اللي فيها الام في الجهة هذه، طبعا ما عدا الام اللي إلى الآن ما نزلت. عندك مكيف يمين بالمروحة منفصل، عندك مكيف يسار منفصل بالمروحة، وفي العطورات اللي موجودة في الدرج الأمامي، في عندك عطرين تقدر تختار منهم اللي تبي. في عندك كاب هولدرز، شاحن، في درج في الوسط حجمه إلى حد ما معقول، في USB، شاشة 12.3 إنش عندك، هذه تقريبا شاشة بالكامل بس محددة من قبل. يعني في عندك هذه RPM وعندك هذه السرعة على حسب اختيار وضع القيادة، راح يتغير معك.
بس ما راح تقدر مثلا انك تخليه انه يطلع لك الخريطه والنافيجيشن في الاشياء في الاعدادات اللي هنا. كل شيء موجود في الاي درايف في المنطقه هذه، كل شيء تبيه في الشاشه هذه. من اهم الاشياء اللي موجوده في البي ام 530 الخريطه، وبنفس الوقت تعطيك الترافيك الموجوده حاليا، الشوارع اللي فيها زحمه واللي ما فيها زحمه. هذه حركه جدا ممتازه. الخدمه الثانيه الممتازه خدمه الكونسيرج، تتصل فيهم تطلب اي خدمه. هذه حركه فعلا تبين انك انت شخص خمس نجوم، عندك شبه فريملس، وفي فوق فتحه السقف، وعندك الاضاءه طبعا الاي دي، مع ان المساحه كبيره بس ما في مكان تحط فيه النظاره، هذا شيء غريب. عندك نفس الشيء هذه الاي دي، هذا 530 من داخل، شوف الكراسي الخلفية راح نلقى نفس الشيء، هذا بلاستيك خشب ألمنيوم، هذه جلد، هذا بلاستيك ناعم. عندك البادج حق الام، يصير في اضاءه بالليل الاي دي. وراح نشوف الكراسي ميلتها يعني بتكون شوي مريحه، وسقف السياره الام بيكون اسود طبعا مع السبورت. في عندك تكايه بس ما في درج، ما في الا كاب هولدرز. راح نلقى فيه فتحات تكييف في البي بيلر في المنطقة هذه، في عندك تكييف منفصل تحت ورا، الواحد لليسار وواحد لليمين بس مروحة واحدة. في هناك فتحة تكييف نفس الشيء، في الستائر، فوق راح يكون عندك إضاءة الـ LED حلوة، فيها الإضاءة الداخلية حسب اللون اللي تختاره تكون موجودة. وعندك السقف اللي فوق راح يكون فتحة سقف ما في بانوراما. مكان الراكب الأمامي نفس الوضعيات اللي جهة السواق تقريبا، تقدر انك تنحف او توسع في المنطقة هذه حسب حجم الراكب من ناحية الزر هذا، تقدر ترفع هذه تقدمها ترجعها اذا كان في شخص طويل او شيء. في درج الى حد ما اوكي، شوية تحس ما هم مضبوط، اذا حطيت فيه اغراض ما يمسك اغراض مضبوط. في تبة هنا وفي تكاية هي اللي مخلي الموضوع ما هو مرتب بشكل سليم. وعندك العطورات هذه موجودة هنا، هذا الراكب اللي قدام في 530 شنو راح يشوف؟ نفتح السيارة باللمس،
نشوف شعار الام الاي دي مسكات الابواب، نفس الشيء ورا شعار الام، وهذا السياره من ورا الكراس اللي ورا. شوف المكيف اللي ورا اثنين مفصولة، هذه جهة الباب اللي على اليسار اللي ورا، هذا الإضاءة اللي فوق الاي دي، بكينا مع بعض طريقة الفتح زي ما قلنا في البي ام، لازم السحبة الأولى بعدين السحبة الثانية. ما شاء الله نلاحظ الماكينة نازلة بشكل كبير، بنشوف موقع الماكينة وين. نشوف الأربعة سلندر تقريبا الماكينة خلف المحور الأمامي، بينما كانت في الستة سلندر كانت تقريبا فوق المحور الأمامي. هذه الأربعة سلندرات اللي ورا بعض 252 حصان 350 نيوتن متر العزم. بسم الله. داخلية البي ام داخلية مريحة، وبنفس الوقت تحس انها رياضية اكثر من انها تشغل نفسك بشاشات والامور هذه، فبتركز في القيادة اكثر من انك تركز داخل السيارة. طبعا تكلمنا في ال 540 عن اشياء كثير، بس في السيارة هذه راح نركز على الاداء اللي هو اهم شيء بالنسبة للبي ام وبالنسبة لي انا. اول شيء راح تلاحظه الدركسون او السكان. هذا الدركسون او السكان اللي انا تعودت عليه في البي ام اللي يكون يعني ولا اروع ما شاء الله تبارك الله، ويعطيك على حسب الوضعية. يعني مثلا الان على الكمفورت تحسه يعني خفيف شوي، لما تحط السيارة على السبورت راح يصير معك قاسي ولا اروع. هذا الدركسون اللي كنت انا ابيه. الشيء الثاني اللي هو السسبنشن او المساعدات او المعاونيات او نظام التعليق. واخيرا ركبنا في ال 500 الجديده بالسسبنشن او المساعدات والمعاونيات اللي تستحق انها تكون عليها، سبورت قاسيه بس رياضيه وما هي مزعجه، يعني قاسيه اللي تضايقك بشكل يومي، لا بالعكس جدا ممتازه. يعني حتى لو تاخذ فيها مطب يعني تحس السياره يعني متماسكه اكثر من السياره اللي مريحه، تحس انها يعني تهبط للاخير بعدين ترتفع للاخير. بيرفكت ولا اروع. الماكينه اللي في السياره هذه روعة ما شاء الله تبارك الله. الأربعة سلندر اللي هي 2.0 التيربو تعطيك 252 حصان من 5200 RPM إلى 6500 RPM. نفس الشيء التورك عندك 350 نيوتن متر، تأخذ من 1450 إلى 4800 RPM. فالسيارة ما شاء الله يعني الرينج اللي فيه الباور ممتاز، التورك ولا أروع. بي ام دبليو تقول السيارة هذه 530 راح تاخذها من 0 الى 100 في 6.2 ثانية. خلونا نروح نجرب هل راح تجيب الرقم هذا ولا لا.
الشيء اللي أنا تفاجأت فيه الحقيقة الجير. أنا اللي أعرفه أن الام باكيج يعطيك الجير الرياضي السبورت زي ما شفنا في الجراند كوبر 430. السيارة هذه إلى الآن الجير حقها واحد، سواء أخذتها سبورت لاين أو لوكجوري لاين أو ام باكيج. بالقيادة بالشوارع العامة ممتاز ما شاء الله تبارك الله. بالحلبة نشوف، بس ما في باج الام بالعادة يصير فيه، المفروض أنه يكون فيه علامة الام. نفس الشيء الشغلة الثانية الغريبة، ما في السيارة سبورت بلس. وزن السيارة ما شاء الله تبارك الله، هذه أخف من 540 اللي جربناها 55 كيلو، هذه وزنها 1615 كيلو. ممتاز، من وراء الدركسون أو السكان فعلا تحس السيارة خفيفة، ما هي ثقيلة زي لاحظتنا في 540 لما كنت أدوس، تحس أن السيارة فيها قوة غير طبيعية. 6 سلندر 340 حصان، بس مع ذلك تحس في السيارة في شيء ماسكها. هذه ما شاء الله مجرد أنك تدوس السيارة تنطلق معك. إذا خايف أن السيارة هذه تصير قاسية عليك الام باكيج وعاجبك الشكل الام بس تبغى تكون مريعة، خذ الادابتف سسبنشن أو النظام المتكيف، يعطيك مثلا إذا حطيتها على الكمفورت تروح تكون السيارة مريحة، إذا حطيتها على السبورت تصير السيارة قاسية. السيارة دفع خلفي اللي فعلا يحسسك بالأداء الرياضي لما تكون في الشوارع مثلا، ويعني شوي تبي من وراء تسوي الحركة هذه حلوة إلى حد ما. ليش قلت لحد ما؟ لأن ما في السيارة ليمتد سليب ديفرنشل، فأحيانا تلقى واحد من الكفرات والتواير يفر والثاني واقف. الفرامل في السيارة ما شاء الله تبارك الله، ومثل ما قلت هذه البريكس الام ما هي الام بيرفورمانس الام، وكبار أكبر من العادية أكبر من الستاندرد، وتقدر تأخذ الـ M Performance يعني راح تكون يعني أرقامها كبيرة جدا. أعتقد قدام راح تصير 390 ملي بينما وراء راح تصير 370، بس ما تحتاجها على مكينة زي هذه. الأداء حلو، الأمور هذه حلوة، الإحساس حلو. الصوت، صوت المكينة هذه صوتها حلو كأربعة سلندر ممتاز. الاكزوست احيانا تسمع لما خصوصا لما تحطها في السبورت تسمع لما يفتح الفالف اللي في الشكامين اللي وراه وفي الاكزوست يفتح ويسكر، حركته حلوه، بس ودي انه يعني ضخموه شوي. يعني سياره سبورت وادائها روعه، يعني تلقاك يوميا لما تسوق السياره هذه يوميا هتلقى نفسك الطريقه هذه. تلف يمين ويسار وتبتون وتسوي يمين، يعني متعة قيادة غير طبيعية ما شاء الله تبارك الله. وضعية القيادة في البي ام ولا أروع، توسع مني تضيق مني روعة، حتى نفس وضعية الجلوس ممتازة، بس المرايا للأسف يعني ما الرؤية منها شوي ضعيفة، لازم انك تحرك راسك يمين ويسار. ونفس الشيء السيارة هذه ما فيها عليها أنظمة مساعدة السائق، ما في شيء. في بالعادة يصير في زر أخضر هنا اللي الادابتف كروز كنترول مثلا، او عندك البلايند سبوت اكتف لين تشينج وتغير المسار. السياره هذه ما فيها ولا شيء. ممكن تكون حلوه ممكن ما تكون حلوه، راح تكون حلوه للشخص اللي يحب السياره الرياضيه، وفعلا السياره هذه رياضيه لما تكون مركز في القياده 100% ما تحتاج السيستمز الثانيه او انظمه مساعده السائق، لانك راح تكون مركز بالقياده. وهذا الشيء الحلو ان قياده السياره تكون ممتعه زي ال 530 الام باكيج. لما تروح بسيارة تكون مريحة بزيادة وهدوء والأمور هذه غالبا بتكون قيادتها مملة أو أنك ما راح تركز في القيادة، ففعلا تحتاج أنظمة أو سيستمز تساعدك أنك تركز أو أنها تمنع حدوث الخطأ لا سمح الله. الهيد أب ديسبلاي من أروع الأنظمة أو سيستمز اللي تطلب على السيارة هذه، ما تطالع في الشاشة لا هذه ولا العدادات ولا شيء، طالع قدام ولا أروع، 3D وكبيرة وحتى رؤيتها في الليل ما شاء الله تبارك الله. موضع الهيد اب ديسبلاي، navigation say a menu option for example
Map or enter destination. Point of interest. Please say the desired address or a point of interest. 360 Mall. Mall Hawley? Say yes or select another entry from the list. Yes. 360 Mall Hawley was selected. Route guidance has been started. بتشوفون ال head-up display. تجيك التعذيرات، السرعة، navigation. صراحة لو يخيروني بين ال 530 هذه الام باكج اللي ما فيها اوبشنز كثير على ال 540 اللي جربناها السبورت لاين اللي تقريبا فيها اوبشنز كثير، راح اختار هذه. هذه فيها متعة قيادة غير طبيعية. فرق ما شاء الله بين هذه وبين ال 540 اللي جربناها السبورت لاين. دركشن هذه والسكان افضل، السسبنشن مساعدات المعوميات نظام التعليق افضل، الفرامل افضل، ما شاء الله تبارك الله، فرق كبير. هل اقدر اخذ هذه في الحلبة؟ انا احس السيارة ما شاء الله احسها خفيفة، ما احس بالوزن مثلا انه 1600 شيء، خصوصا لما تمسك بريك او لما تلف او شيء، ما شاء الله تبارك الله. صراحة اللي يبغى يستمتع بالبي ام ياخذ الام باكج، ما شاء الله تبارك الله. الانجن ريسبونس ممتاز، الجير كنت اتوقع انه راح يكون سبورت زي ما شفنا في الجراند كوب، بس تفاجأت انه نفس الجير اللي موجود في العاديه، تحسه شوي كسول، والسياره ما فيها سبورت بلس، فيها سبورت. اوكي، جربت السيارة على مدى الويكند يومين. واو، تغيير جذري بالكامل. اذا بقارنها بال 540 الاي سبورت لاين، هذه عندي افضل بكثير، مع ان هذه ماكينة الاربعة سلندر واللي اصغر منها. فالشخص اللي يبغى ياخذ سيارة بي ام رياضية ياخذ الام باكج، سواء كانت 530 540. الاشياء اللي عجبتني في السيارة صراحة تصميم الخارجي روعة، تصميم الداخلي روعة، الكراسي في البي ام ولا اروع، ما شاء الله تبارك الله. العدادات روعه، الهيد اب ديسبلاي او البروجيكتور ما شاء الله تبارك الله. الماكينه والسسبنشن والبريكس تعطيك احساس فعلا رياضي ولا اروع. عدادات السياره، عدادات سياره رياضيه، سرعه وار بي ام وبنزين ودرجه حراره، اكثر من كذا ما تبي. واخر شيء طبعا مفتاح السياره ما شاء الله تبارك الله، مع ان الستاندرد الام روعه، بس تقدر تطلب عليها الاضافي او الاوبشن الثاني اللي فيه شاشه. مفاتيح حلوه. نجي للاشياء اللي ما عجبتني في السياره. اول شيء الاضاءه الاماميه LED، بس خذها LED ادابتر عشان تطلع لك الاشاره LED بالكامل، وتصير بالليل تتحرك يمين ويسار وتطفى وتشتغل، يعني
ولا أروع، أفضل بكثير من هذه والسعر مو كثير. للأسف السيارة ما فيها ليمتد سليب ديفرنشل. والشغلة الثانية كنت أتمنى أن يكون عليها جير سبورت. صحيح السيارة عليها سبورت إكزوست ولكن ما في صوت، فالسيارة فعلا تحتاج سبورت إكزوست. وآخر شيء للأسف لازالت الرؤية من مرايا البي ام ضعيفة جدا. أسعار الـ 530 الآي الام باكيج في الكويت هذه بـ 21.5، بالسعودية 265 ألف ريال سعودي. ضمان البي ام 5 سنين أو 200 ألف كيلو يشمل دول الخليج. والحلو أنك راح تاخذ مع السيارة باكيج الصيانة 5 سنين أو 100 ألف كيلو أيهما يسبق، ويشمل فرامل وبريك وسفايف وديسكات وفحمات، يعني يشمل كل شيء، ما تعبي بالسيارة إلا بنزين وتغير كفرات أو تواير لمدة 5 سنين أو 100 ألف. ومن الأشياء المهمة اللي لا تنساها خدمة المساعدة على الطريق. البي ام راح يعطونك خدمة مساعدة على الطريق لمدة 5 سنين بلاش على دول الخليج. بنهاية الحلقة أشكركم متابعيني ويعطيكم العافية، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جاية على سيارة رياضية أو سبورت أو سوبر سبورت أو فخمة. هم كم؟ 4. طمن الله. كنت أتمنى أن الجير اللي يكون سبورت أكثر من هذا.